السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبرار تشان. فيديو اليوم رح يكون تحدي بين قناتي وقناة زينب ماضي. فكرة التحدي لليوم أو هذا الفيديو التعاوني، باختصار إذا بتتذكروا لما إحنا نشرنا أو لما أنا نشرت فيديو اللي عملت فيه البريزما ضد الفابر كاستيل، ووقتها يعني أنا بالنسبة لي يعني رجحت البريزما عفوا، لأني بحب البريزما كثير وبحس أني أنا أكثر متمرسة بالتلوين بالبريزما، لأنه عندي إياه من قبل وبحبهن يعني قبل الفابر كاستيل، وخامتهن تعودت عليهن غير الفابر كاستيل اللي بتكون جافة وزيتية، ولكن البريزما بتكون شمعية وهيك سلسة في الدمج وإلها تكنيك معين يعني غير عن الفابر كاستيل. فوقتها كنت يعني شاركتكم بشغلة، إنه قلت لكم حابة إني مثلا لما أنا أسوي من هذا التحدي مثلا إنه نعمل بين الفابر والبريزما، إنه يكون شخص متمرس بالبريزما وشخص متمرس بالفابر كاستيل، يعني أنا شخص متمرس بالبريزما وشخص ثاني بالفابر كاستيل. وطبعا زينب متمرسة جدا في ألوان الفابر كاستيل، ولكن عندها العلبة الحمراء الكلاسيكية 24 لون. وصراحة يعني كنت حابة إني أعمل بين البريزما والديرويند، لأنه بحس الفابر كاستيل اللي عندها يعني مش الخضرة اللي هي عندي اللي هي الاحترافية، وإنما عندها الحمراء، ولكن مع ذلك يعني قالت لي لا أبرار تشفكيش، بالعكس الكلاسيكية أو هاي الحمراء يعني بتطلع نتيجة منيحة وتضاهي يعني الأقلام الغالية. وأكيد طبعا هذا الإشي صحيح، لأنه مهما كانت جودة الأقلام اللي موجودة قدامنا، إحنا بخبرتنا بنقدر نطلع نتيجة مهما كانت. يعني أوكي إحنا بنحكي عن بريزما وبنحكي عن فابر كاستيل وبنحكي عن أشياء بعمالقة الرسم يعني، ولكن مع ذلك إحنا بنقدر نطلع نتيجة أدوات اللي هي تكون قدامنا رخيصة، حتى ولو بقلم رصاص ممكن نطلع نتيجة أفضل من كثير أشخاص اللي هم بيستخدموا أصلاً ألوان كوبيك، ألوان بريزما وهكذا. وبرغم ذلك يعني أكيد ما وصلنا لمرحلة الاحتراف يعني لحديت هسه بالتلوين أكيد ولا بالرسم، ولكن يعني على الأقل متمرسين فيها شوي، وعملنا هذا التحدي أيضا مشان المتعة يعني، وعشان نعرف كيف كل واحدة بأسلوبها ممكن تطلع نتيجة إن كان في الفابر ولا بالبريزما. المهم يعني التلوين كيف رح يكون بيننا، طبعا كل واحدة يعني أكيد مشينا على صورة معينة نطلع على التلوين تبعها، ولكن أكيد 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 كل واحدة حطت فيها لمستها الخاصة وأسلوبها الخاص، وهذا هو الإشي الحلو أصلا في يعني التحدي هذا أو التعاون هذا. هي أنا حاولت قد ما أقدر أني أطلع نتيجة مطابقة تقريبا للصورة الأصلية، ولكن أكيد 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 أضفت فيها يعني لمسات وغيرت أكيد في خصوصا الدرجات، يعني رغم أنه عندي 72 لون من بريزما، ولكن يعني هذا لا يعني أني ما زلت أو صرت يعني بكامل احترافي أني أكون أو أني أقدر أني أطلع نفس الدرجات اللي موجودة مثلا في مكان معين. وبرضو عودت نفسي أني ما يعني أكون بحذافير الرسمي، أني أرسم نفس حذافير الرسمي اللي قدامي. يعني زمان كنت أنسخ يعني مثلا أشوف صورة أنسخ نفسها باعتبار، ولكن مش متعودة حاليا على هذا الإشي، بس كثير كثير استمتعت لأني شفت في الرسمة هاي أو في الصورة هاي اللي يعني رسمناها أو اللي رسمتها ولوناها فيها يعني طابع جميل في التلوين ودمج ألوان جدا جدا حلو يختلف يعني عن الرسم اللي أنا أو التلوين اللي أنا بلونه. فلما مثلا بين فترة وأخرى نطلع على رسومات أو صور مثلا ونقلدها، مش غلط إنه نشوف كيف أسلوب الآخرين في التلوين، كيف هم بيستخدموا يعني الأدوات يعني في رسوماتهم، وإحنا هيك ممكن نأخذ الطابعة والإشي الجميل اللي بالأخير هو رح يكون أسلوبنا. يعني لما إحنا نتعلم أو نتعرف على عدة أساليب من التلوين، عدة أساليب من الرسم، أكيد إحنا رح نتعلم من هاي الأشياء اللي إحنا بننقلها، ثم يعني نتبع أسلوب خاص لإلنا
مدموج يعني بين جميع الأشياء اللي إحنا تعلمناها من الناس الثانيين، من الرسومات الثانية، من فيديوهات وهكذا. بالبريسما لو بتلاحظوا راح أكون حاطة عدة درجات ألوان فوق بعض بدون ما إني أشد على القلم، يعني بس بطلع لون حتى ولو في فراغات، بعدين يعني في لون أو ألوان فاتحة راح أغمق اللون أو إني راح أدمج اللون في اللون الفاتح. يعني مثلا وضعت ألوان مثل الليلكي، البيجي، الأصفر والعنابي، ثم دمجت باللون البيجي واللون الأصفر الفاتح واللون الأبيض واللون الزهري أيضا. راح تشوفوا إني بحط بعد هذا الدمج عدة ألوان، يعني بحط ليلكي أيضا أخرى مرة، بحط بيجي أخرى مرة، بحط الألوان الغامقة أخرى مرة مثل اللون الأحمر الغامق وهكذا. رغم إنه في الصورة ما شفتش إنهم مستخدمين لون أحمر غامق، ولكن عشان إني أجيب تقريبا صورة يعني بالضبط صورة مقاربة حطيت اللون الأحمر، وبرضو ممكن يكون هذا لمس يعني زيادي، بحب اللون الأحمر الغامق حقيقة، وبما أنه من مجموعة اللون الزهري فأكيد رح يتماشى مع الرسمة، بما أنه لون شعر البنت لون زهري تقريبا هيك على ليلة كفاتح هيك شيء. طبعا تنسوش تشوفوا رابط قناة زينب ماضي وأيضا الفيديو تبعها في صندوق الوصف، لونت نفس الرسمة طبعا، وأنا متأكدة يعني رغم إنه عندها الفابر كاستل اللي هن العلبة الحمراء الكلاسيكية و24 لون، أنا متأكدة إنها أطلعت نتيجة بتجنن، متأكدة 100%، فلازم تروح تشوفوا الفيديو تبعها. طبعا صح إنه عندي 72 لون من بريزما، ولكن أكيد مش كلياتهم راح أستخدمهن، بس بنفس الوقت يعني أكيد أنا عندي درجات غير اللي عند زينب، وروحوا شوفوا كيف هي أطلعت نتيجة من 24 لون، يعني أكيد رح تستفيدوا من ذلك. ومرة أخرى ولا مرة الأداة هي اللي بتعمل الفنان أو هي اللي بتعمل الرسام. كثير تعليقات منشوفها إنه يعني مثلا خصوصا على الفيديوهات اللي أنا كنت أسويها قبل، اللي هي كيف لما أطلع الأدوات اللي أنا اشتريتها، أو يعني جولة بين أدوات الرسم أو مثلا مشترياتي يعني. ففي هيك مرات بيجيني تعليقات على هذاك الفيديو، مرات هيك بفتح يوتيوب استوديو بشوف تعليقات جاي عليه، فبيبقوا كاتبين مثلا شخص بيقول إنه طيب لو أنا عندي هاي الأدوات كان زمان صرت محترف، أو كان زمان صرت فنان. بس الإشي اللي مش فاهمينه إنه مهما كانت عندك من ألوان ومن أدوات، لو ما عندك الخبرة ولا عندك الممارسة في إنك تستخدم أدوات ثانية أقل، يعني مثلا عادي إنكم تتعلموا الدمج بالرصاص، عادي إنكم تتعلموا الدمج بالألوان الخشبية الرخيصة قبل ما إنكم تشتروا أشياء جديدة وأشياء غالية. يعني في مثلا بنت جديد سألتني سؤال بتقول لي إنه يعني الكل بيقول لي إذا أنا اشتريت ألوان، أنا يعني بتقول إنه هي حابة تشتري ألوان ماركر، بس الناس نصحوها إنه لا ما تشتري لأنه يعني مش راح تقدر تستخدميهن، بس هي بتقول إنه أنا إذا اشتريتهن راح أستخدمهن. مزبوط، كل واحد بيعرف لحاله أكيد، يعني أكيد كل واحد بيعرف لحاله، بس أنا بفضل إنه تستخدمي ألوان ماركر اللي هي مش غالية، يعني رخيصة مثلاً تاتش 5، حكي الكلام الواحد 5 شيكل، يعني اللي هو 5 ريال تقريباً، دولار ونص، يعني إذا حابة تشتريهن جداً ممتازات. الفرق بينهن وبين الكوبيك إنه حبر الكوبيك أكثر، إنه الكوبيك فيها فرشاي، فأنا بحب الفرشاي، إنما في التاتش 5 النب تبعها أو الرأس القلم تبعه كثير صلب، فبس مع ذلك تقدروا تدمجوا فيه، يعني مش يعني أوكي صح أصعب من الكوبيك ولكن مش مستحيل، فاهمين؟ بس مقارنة بالكوبيك، الكوبيك جدا 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 غالي، 35 شيكل أو 35 ريال حق الكلام الواحد، تخيلوا مقارنة بالتاتش 5. برضو في تاتش بيجي أغلى شوي، بس نفس شو بيقولوا نفس الشركة تبعت التاتش 5، بس أغلى لأنه فيها فرشاي، أنا هذا اللي بتوقعه، يعني لأنه الفرشاي تبعتها القلم يعني رأس القلم فرشاي مش زي التاتش 5.
وممتازات صراحة. يعني أنا اشتريت 3 أقلام، 4 5 والله ما أنا عارفة ناسية، بس جدا ممتازات وحلو في الدمج جدا. انت اشتري بالأول رخيص شوفي كيف، أو انتو يعني مثلا نصيحة عامة شوفوا كيف الإشي بتناسب معكم، هل انتو بتقدروا ترسموا فيهن تلونوا فيهن مظبوط، واشتروا مثلا الأغلى لما انتو تشوفوا انه يعني انتو في حاجة لإلهن وبرضو حابين تستخدموهن وهكذا. يعني كل واحد بيعرف لحاله من خلال يعني ممارسته وخبرته وهكذا. في تعليق أيضا شدني اللي يعني في هيك ممكن نوع من التعليقات بتيجي بس بشكل نادر جدا، وممكن يعني مش فاهمين الوضع الموجود أو مش فاهمين مثلا ليش أنت عامل القناة. مثلا بيجي بيقول لك انه ليش هذا التبذير، شو قاعد بتعمل، ليش انت يعني احنا مثلا ما عندنا هاي الادوات ليش بتورجيني اياها مثلا. بس المشكله انه لما يجي هذا التعليق يعني كثير كثير الواحد بتضايق. يعني انا ما مش جاي اهايط زي ما بنقول السعوديين عليكم، ولا اني جاي اشوف حالي عليكم اني قدرت اشتري بريزما وانتم مش قادرين، واو وبعرفش ايش كذا، ابدا ابدا مش هذا هو يعني الهدف تبعي ابدا. لما انا اجي افتح الادوات اللي انا اشتريتهن واللي انا حابه اني اورجيكم اياهن، حابه اني يعني افوتكم باللحظه اللي انا بفتح فيها هاي الادوات، الحلم تبعي قاعد بفتحه قدامكم. ثانيا في اشخاص مثلا بيجوا بيقولوا اعطيني مثلا من هاي الادوات ولو شوي او كذا من هالنوع، فيعني عن مزحه يعني، وبرضه مش مزحه برضه هذا جديا يعني برد مثلا انه مش مشكلة بتشتغلي بتشتري، لأنه هذا الواقع اللي صار معاي. يعني أنا مش بنت عمري 12 سنة ولا 14 سنة ولا 15 سنة اللي ما بقدر أشتغل أو ما بقدر أني أصرف على حالي أو ما بقدر أكون مسؤولة عن هذه الأدوات. مع كل احترامي للي أعمارهم صغيرة وبقدروا أنهم يعملوا هذه الأشياء، بالعكس والاحترام، وهذا إشي بالعكس جدا جدا يعني راقي، ولكن أنا يعني وصلت 20 سنة قدرت أني أشتري هذه الأشياء، قدرت أني أصرف على حالي. وبس أتمنى أنكم استفدتم من المقطع ولو القليل. تنسوش تشوفوا رسمة زينب وكيف هي لونتها في الأخير، تعلموا منها، تشوفوا شو الأشياء اللي هي استخدمتها، شو الألوان، الأسلوب كيف سوته وهكذا. وبس أشوفكم في فيديو جاي إن شاء الله، ومع السلامة.